في مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث قامت الشرطة الإسبانية قبل قليل بفض اعتصام مؤيد لقطاع لغزة ومناهض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد، الذي سيطلعنا على آخر التطورات على ما يحصل الآن في العاصمة الإسبانية. معاذ، هل أنت معنا الآن؟ نعم، أسمعك الآن. في الحقيقة ما نشاهده الآن هو أن الشرطة الإسبانية تقوم بفض اعتصام للطلبة، طلبة الجامعات الحكومية في العاصمة مدريد. هؤلاء الطلبة كانوا يعتصمون منذ نحو 25 يوما في الحرم الجامعي الذي يفصله هذا الشارع الرئيسي، لكن إدارة الجامعات في هذه المنطقة في العاصمة الإسبانية رفضت مطالب الحركة الطلابية بقطع علاقاتها مع إسرائيل، وبالتالي هذا اليوم اتخذ الطلاب خطوة دعنا نقول إلى الأمام بالاعتصام وإغلاق أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الجامعة، احتجاجا منهم على رفض إدارة الجامعات لقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل. طبعا يتم اقتياد الطلبة إلى هذه المنطقة، ومن ثم تعريفهم، أخذ هوياتهم، ومن ثم نقلهم إلى إحدى المراكز الشرطية. دعنا نقول نحن نتحدث عن العشرات من الطلبة حتى هذه اللحظة تم اعتقالهم، وتم سحب الخيام التي وضعوها في منتصف الشارع كما تشاهد زميلي بدر. في الحقيقة يعني هذا فض، عملية الفض هذه تعتبر لأول مرة منذ 8 أشهر. يعني كان هنالك اعتصامات كثيرة في العاصمة الإسبانية، لكن لم نشهد دعنا نقول قطعا للطرق الرئيسية واعتصاما داخل هذه الطرق. بالتالي الشرطة تقول أنها لا تستطيع السماح بعملية قطع الطرق أن تستمر. طلبت من الطلبة أن يخرجوا من الشارع، الطلبة رفضوا وتمسكوا ببعضهم البعض وبقيوا في هذه المنطقة. عزيزي بدر، طبعا هؤلاء الطلاب دعنا نقول أنهم طبعا رحبوا بانضمام إسبانيا إلى دعنا نقول أمام محكمة الجنايات الدولية عندما انضمت إسبانيا إلى جنوب إفريقيا. هؤلاء الطلبة كانت إحدى طلباتهم هي أن تنضم الحكومة الإسبانية إلى هذا الطلب، وهو ما تم ذلك، لكن إدارة الجامعات المحلية هنا في مدريد رفضت أن تقطع العلاقات، أسوة بجامعات برشلونة وغرناطة وإشبيلية التي قطعت بشكل كامل وتام للعلاقات مع الأكاديميات الإسرائيلية والجامعات الإسرائيلية، وألغت برامج تعليمية مشتركة مع تلك الجامعات. هؤلاء يريدون أن يحققوا نفس المطالب التي حققها الطلبة في إقليم كاتالونيا وإقليم الأندلس. إليك بدر. شكرا جزيلا لك معاذ حامد، مراسل التلفزيون العربي في مدريد العاصمة الإسبانية.